قبل عام احتفل العراقيون بفوز منتخبهم بكأس الخليج بعد غياب طويل، واليوم يتطلعون إلى أسود الرافدين وهم يخوضون غمار نهائيات كأس آسيا. الأوساط الرياضية لم تخفي صعوبة وجود المنتخب الياباني إلى جانب منتخبنا في مجموعته ضمن البطولة، على أن تفاؤلا كبيرا يحيط بمشاركة المنتخب، وخاصة مع وجود فرق لم يمض وقت طويل على هزيمتها عراقيا كإندونيسيا وفيتنام. خط المنتخب العراقي خط إن شاء الله أقول ببعض المرونة، وهاي المجموعة حقيقة هي مجموعة متوازنة وفي نفس الوقت واضحة ومكشوفة للفرق، يعني إذا فيتنام وإذا إندونيسيا فقط اليابان. تعرف اليابان منتخب كبير جدا، عنده 22 محترف متوزعين ألمانيا فرنسا إيطاليا. الجمهور يضع ثقته باختيارات كاساس المدرب الإسباني للمنتخب وبتوليفة اللاعبين التي شاركت في التصفيات الآسيوية ولعبت أولى المباريات التجريبية وطموح بالوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. أول شيء يعني أتوقع المنتخب يوصل نصف نهائي، وشفنا مزج جيد بين المغتربين واللاعبين المحليين. والله تشكيلة ممتازة وإن شاء الله يقدمون أداء رائع مثل مبارياتهم السابقة، إن شاء الله يعني هي تشكيلة حلوة يعني، وإن شاء الله يوصلون نصف نهائي أو نهائي. أيام تفصل العراقيين عن رؤية منتخبهم الوطني في بداية مشواره في بطولة أمم آسيا، البطولة التي ما زالت ذكريات الفوز بلقبها قبل 17 عاما حاضرة في عقول وقلوب المشجعين الذين يأملون بتكرار الإنجاز مع إدراكهم صعوبة المهمة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.